السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 4 بارتي 4 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي أناليتيك الخاصة بالسيمستر 3. في الفيديو هذا غنشوفوا واحد الشابتر جديد في الدرس اللي هو لافونتير بيرمانون، اللي هو واحد الحاجة مهمة بزاف في لا كونطابيليتي اناليتيك واللي كنخدموا بها، واللي خاصكم انكم تضبطوها مزيان باش تقدروا انكم لي زيكزيرسيس ولي زيكزام اللي كتعطاكم تجاوبوا عليهم بطريقة صحيحة. حنا عرفنا بان في لا كونطابيليتي جينيرال لي ستوك كيتحدوا مرة واحدة هما لا فان دو لاني، لان في لا كونطابيليتي جينيرال كنديروا لانفونتير كيدار مره واحده في الاخر ديال العام، لا فان دو ليكزيرسيس. باغ كونتخ انا في الكونطابيليتي اناليتيك ممكن انني نحدد لا فالور ديال لي ستوك ان امبورت كيلك مومون باغ واحد لا ميثود اللي هي لا ميثود دو لانفونتير بيرمانون دو ستوك. دونك على ديفيرونس دو لا كونطابيليتي جينيرال qui se contente de connaître les stocks et donc les consommations une fois par an à l'aide de l'inventaire intérimite et physique. Nous avons appris que dans la comptabilité générale, les stocks qui sont déterminés une fois par an. On parle de la méthode, il y a la méthode d'inventaire. Il y a un inventaire qui est physique, il y a une calculation chimique de ces stocks. Donc, la comptabilité analytique d'exploitation a mis en place une organisation comptable qui enregistre les mouvements de stock entrée et sortie en quantité et en valeur et permet ainsi de déterminer à tout moment le stock final théorique. Cette organisation est appelée l'inventaire permanent. D'abord, la comptabilité analytique, on peut le prix et la quantité des stocks في اي وقت بغينا، اي وقت بغينا، لاننا كنديروا واحد لورغانيزاسيون ديال السورتي او لونتري ديال داك الموفمون ديال السورتي. هذه دخلات كتسجل، هذه خرجات كتسجل، هذه دخلات كتسجل، هذه دخلات هكذا. دونك ممكن اننا نعرفوا القيمه ديال ستوك اي وقت بغينا، نعرفوا شحال في هذا ستوك، هذا ستوك اللي كيتسمى ستوك فينال تيوريك، يعني القيمه الحاليه ديال ستوك فينال. لي برانسيب دو لانفونتير بيرمانون sont valables pour tous les éléments stockés dans l'entreprise. Les matières premières, les produits intermédiaires, les produits finis, etc. La méthode d'inventaire permanent, la comptabilité analytique, qui tous les éléments qui stockent dans l'entreprise. Les matières premières, les marchandises, les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages, les matières consommables. Et ce que tu stockes, c'est la méthode de l'inventaire permanent. Le suivi du mouvement de stock est réalisé sur des comptes de stock, comptes d'inventaire permanent qui ont la structure suivante. D'abord, c'est le haraka, les stocks, l'entrée, sortie, stock initial, stock final. كدير في واحد الطابلو، واحد الطابلو كيتسمى لو كونت دانفونتير بيرمان، هو فيه جوج الاشكال، يعني ممكن انه يشد جوج الاشكال. الشكل ديال الاول هو هذا، هذا هو الشكل الاول ديالو. دونك هنايا كنديرو لا دات، لا دات ديال هاد لوبيراسيون، لي بيلي، يعني شنو هو هذا واستوك، وشنو هو هاد لي بيلي، يعني واش هذا، يعني اكسبليكاسيون ديال هاد ديال هاد ديال هاد الموفمون هذا، واش مثلا ستوك انيسيال ولا اونتري ولا سورتي ولا ستوك فينال، ولا مثلا شي بون ولا شي لوت ولا اكسيتيرا، النيميرو ديالو كلشي كنكتبو هنايا. هنا كنديرو لي زونتري، الاونتري، يعني ملي كيكون عندي واحد ليبيلي ديال الاونتري باغ اكزومبل، كنكتب لا كونتيتي الفالور ديالو، البري انيتير، الثمن مثلا ديال الكيلوغرام ولا ديال الانيتي على حساب هاد لي زونتري كيفاش داروا. وهنا المونطون، والمونطون توجور هو كيساوي لا كونتيتي في البري انيتير. هذا الا كان عندنا اونتري، اونتري كنسجلو هنايا. الا كان عندي سورتي، تنكتب في لي بيلي هنا السورتي ولا السميه ديال هاد السورتي هذا. دونك نيم شوز، السورتي كتكتب هنا لا كونتيتي شحال في هاد السورتي هذا، البري انيتير بالنسبه للبري انيتير ديال السورتي راه ما كنديروش داك اللي عطيو لينا، هذاك البري انيتير ديال السورتي راه كيتكالكيلا بواحد لي ميثود غنشوفهم ان شاء الله، اللي هما كاتخ ميثود، اما لا ميثود دو كميب فان بيريود، ولا لا ميثود
de CMIP après chaque entrée, voilà la méthode de FIFO, voilà la méthode de LIFO. Donc, هاد البريينيتير ديال السورتي راه ما كنديروش، تنحسبو كنخدمو بواحد الطريقه على حسب هذيك لا ميثود باش كتخدم لونتربريز باش كنحسبوه. دونك السورتي كنكتب غير لا كونتيتي حتى من بعد عاد كنحسب هاد البريينيتير وتوجور لا مونطون. المونطون هو الكونتي في البريينيتير. مفهوم هاد الملاحظه هادي راه مهمه جدا. البريينيتير راه ما كنكتبوش لي سورتي. بالنسبه للستوك هو داكشي اللي باقي اللي بقى لينا، يعني ابخي ديما كتكون واحد لوبيراسيون كنحسب الستوك اللي بقى، يعني الصوت اللي بقى. بالنسبه لاول حاجه كتكون عندنا ديما ستوك انيسيال، هو الاول اللي كنبداو به. ستوك انيسيال هو الصوت اللي بقى، سواء كان لا كونتيتي كيعطوها لنا، البري انيتير ديالو راه كيعطوها لنا، ولو مونطو هي الكونتي في البري انيتير. ان شاء الله نشوفوا هادشي من نديروا الابليكاسيون. دابا غير كنشرح لكم باش تفهموا كيفاش كنخدموا هادشي. اما الابليكاسيون غنخدم لكم كل ميثود بوحدها. ابخي ما كنسالوا هادشي كلشي، ما كنسالوا هاد لي زونطري لو سورتي داكشي، كيبقى ليا واحد السولد اخير، هذا كيتسمى السولد فينال ولا ستوك فينال. ستوك فينال كنكتبو في هاد الجهه هادي، كنكتب لي بي لي ستوك فينال، كنكتب هنا ديالو التوتال راه خاص ديما هاد التوتال توتو كنحسبوهم. هادي لا ميثود الاولى، هادي لا ميثود اللي كنديروها مثلا الا كان عندي بزاف ديال لي زونطري وبزاف ديال لي سورتي. اما مثلا الا كانت واحد ليكزيرسيس ولا واحد ليكزام وعطاوني مثلا كاين سورتي وحده اونطري وحده، يعني ما كاينش بزاف، دونك ممكن اني نخدم بهذا السامبل. هذا هو اللي كنخدموا به مثلا الا كان عندي ليكزيرسيس، كان اكزيرسيس فيه نحسبوا فيه ليكون، نحسبوا فيه الريزلت اناليتيك اكسيتيرا، كنخدموا بهذا. اما الا كان عندي واحد الاكزيرسيس خاص غير بلي فالياسيون دو ستوك، نخدم بهذا لان كيعطيني بزاف ديال لي دوني، يمكنش نخدم بهذا صغير. دونك هنا هذا كيكون بهذا الشكل، هذا لا دات لي بيلي، دونك هذا كيتسمى الدي بي وهذا كيتسمى الكريدي، لا بارتي ديال الدي بي لا بارتي ديال الكريدي. دونك لي بيلي ستوك انيسيال اونتري، هنا لي بيلي الاخر ديال الكريدي سورتي ستوك فينال. دونك توجو كنبداو ستوك انيسيال كنكتبو لا كونتيتي ديالو لو بري انيتير او لو مونطون، لو مونطون هو الكونتيتي في بري انيتير. لي زونتري، لي زونتري راه كيعطيهم ليا الكونتيتي لو بري انيتير ديال زونتري او لو مونطون، لو مونطون راه هنايا. بالنسبه لي سورتي، لي سورتي راه كيعطونا لي سورتي، لي سورتي راه كيختلفوا على حسب هذاك شنو هو هذاك داك السيكسيون اللي حنا فيه، واش السيكسيون ديال لابروفيزيونمون ديال الاكشا ولا السيكسيون ديال البرودكسيون ولا السيكسيون ديال الديستريبيسيون. دونك غنشوفو ان شاء الله من بعد. دابا غير كنشرح لكم كيفاش كنخدموه. هنايا السورتي كيما قلت لكم البريينيتير ديال السورتي ما كنديروش، واخا مثلا عطونا شي معلومات عليه ما كنديروش. علاش؟ لانه كات ايفاليا بقات خميطوط، راه قلتهم لكم غنشوفهم دابا ان شاء الله. بالنسبه للستوك فينال هو داكشي اللي بقى، ستوك فينال هو داكشي اللي بقى، وستوك فينال توجور لو بري انيتير ديالو راه كيت ايفاليا بنفس لو بري انيتير ديال السورتي. والاداء الا كنا مثلا خدامين بلوكميب، اما الا كنا خدامين بميثود اخرى راه هو هادي ديال اللي بقى. نشوفوا ان شاء الله كيفاش كنحدوا هاد لو بري انيتير. دونك العلاقه باش كنخدموا ستوك انيسيال زائد لونتري كيساوي السورتي زائد ستوك فينال. مثلا ستوك فينال ما كانش عاطيه ليا، المهم كنديروا هاد العلاقه كتطبقوا، يعني ان ستوك فينال كيساوي ستوك انيسيال زائد لونتري موان لي سورتي باش نجبدوها. وتوجور راه هاد التوتال، هذا التوتال ديال ستوك انيسيال زائد لونتري خصو تساوي التوتال ديال السورتي زائد ستوك فينال. ولكن ستوك فينال كيكون تيوريك، يعني راه ممكن يعطوني ستوك ريال. ان شاء الله غنشوفوا هذا، ندير واحد البارتي ديال ستوك تيوريك ستوك ريال. البري انيتير راه نفسه خص يكون هذا اللي كيكون هنا، هو نفسه خص يكون هنا، وحتى لو مونطون نفسه اللي كيكون هنا يكون، يعني خص هادشي يكون مساوي. هاد الثلاثه اللي هنا نفسهم هاد الثلاثه اللي هنا. دابا نشوفوا لي برينسيبال ميثود دي فاريياسيون دي سورت دي ستوك. كاين دو غروند كاتيجوري دي ميثود، جوج طرق كبيره. اول ميثود هي لا ميثود دو كو مويان بونديري، لا ميثود دو كو مويان بونديري يعني ديال الكميب. دونك لا ميثود كونسيست ا كالكيلي بور شاك ناتور دو ماتيير او دو مارشانديز لو كميب ان ديفيزون لو كو توتال دي زونتري سكسيسيف بار لور كونتيتي توتال اي ا ابليكي سو كو انسي ديتيرميني او سورتي دو لا بيريود كونسيديري. دونك اون ديستينك، دونك شنو هو لا ميثود دو كميب ولا لو كوم مويان انيتير بونديري؟ هي واحد لا ميثود اللي كنشدو فيها كنحسبو فيها لو كميب ديال لي ماتيير ولا المارشانديز على حسب النوع ديال هذاك لو ستوك. كيفاش كنديرو؟ كنشدو كنديفيزي لو كو توتال دي زونتري، لو كو توتال دي زونتري باغ لو كونتيتي. يعني ها كنشدو ستوك انيسيال،
ستوك انس يعني الفالور دو ستوك انسيال، كنزيدو ليه الفالور ديال لي زونطري. هادشي لي فالور هما لي مونطون، يعني هادو ستوك انسيال، هذا ديال لي زونطري ديال ستوك انسيال، مونطون ديال ستوك انسيال، كنزيدو ليه المونطون ولا لي فالور ديال زونطري، كنقسموه على على الكونتيتي ديال ستوك انسيال، هاد لا كونتيتي ديال ستوك انسيال، وكزائد لا كونتيتي ديال لي زونطري. دونك نحسبو لوكمي بداكشي اللي كيخرج ليا، راه هو اللي كندير هنا وكندير هنا وكندير هنا وكندير هنا. غنشوف هادشي ان شاء الله في لي زيكزامبل. فهاد لوكمي هذا كاين جوج ديال الطرق، كاين لوكمي فان بيريود. بالنسبه لوكمي فان بيريود ما كاينش عندنا دي عندنا بيريود وحده، يعني كنشد هاد المونطو كله، كنزيدو هاد المونطو كله وكنقسمو على هذا زائد هذا ديريكتومون. وكاين لا مي لوكمي ابري شاك اونطري، لوكمي ابري شاك اونطري هي اللي كاين عندي مثلا بزاف ديال لي زونطري، يعني كل ما كيكون عندي واحد لونطري كنحسب واحد الكمي، كيكون عندي اونطري كنحسب كمي، كيكون عندي اونطري كنحسب كمي. وكيفاش كنديروا اللي باش نحسبوا؟ كنشدوا دي توجور ستوك انيسيال، يعني ستوك افون لونطري، يعني ديك ستوك داك السولد اللي باقي قبل لونطري، كنزيدوا ليه لا فالور ديال هذاك لونطري مقسومة على الكونتيتي ديال ستوك قبل لونطري زائد الكونتيتي ديال هذاك لونطري. ان شاء الله غنشوفوها من نديرو لابليكاسيون، عندي لكم ابليكاسيون ديال كل حالة بحدها باش تفهموها. دابا نشوفو لا ميثود الثانيين، هما لا ميثود دي بويزمون دي لوت. لا ميثود دي بويزمون دي لوت اللي فيها جوج طرق، اللي هما لا ميثود دو فيفو ولا لا ميثود دو ليفو. لا ميثود الاولى هي لا ميثود دو فيفو ولا كتسمى PEPS. فيفو هي كلمة باللغة الإنجليزية اللي كتني first in first out، بالفرنسي première entrée première sortie، باللغة العربية يعني داك الأول اللي كيدخل هو الأول اللي كيخرج، الأول اللي كيدخل هو الأول اللي كيخرج. دونك لا ميثود دو فيفو سيت اون ميثود دو كونتابيليزاسيون دي ستوك qui valorise les sorties de stock au coût de l'article le plus ancien de le stock. En fin de période, le solde en magasin, stock existant, est chiffré au coût des entrées les plus récentes. Principal de la méthode de FIFO, c'est que sortie, c'est quoi qui sort? Qui sort l'ancien. ديما كنبداو بالقديم هو الاول اللي كيخرج، داك القديم اللي كيخرجوا. مثلا طالبين واحد لا كونتيتي في لا سورتي، راه اول حاجه كنبدا بالقديم. الا ساليت من القديم وباقي خصني كنمشي اللي من بعده، الا ساليت من هذا كنمشي من اللي بعده، حتى هذاك داك ستوك اللي باقي، ستوك اللي باقي كي تيتشد لا فالور ولا تيشد ديك القيمه البري انيتير ديال داك لونطري اللي بقى. دونك ان شاء الله نشوفوا هذا الشيء ما نخدموا لي زابليكاسيون. لا ميثود الاخيره هي لا ميثود دو ليفو دي او بي اس، dernière entrée première sortie. ميثود دو ليفو، ليفو كلمه بالانجليزيه اللي كتعني last in first out، dernière entrée première sortie. ليفو العكس ديال فيفو، ليفو يعني داك الاخر اللي كيدخل هو الاول اللي كيخرج، يعني داك الجديد هو الاول اللي كيخرج. cette méthode considérait que ce sont les produits entrés les derniers qui doivent être sortis les premiers. هاد لا ميثود هذا كتعني بان هادوك لي برودوي ولا هادوك لي ماتيير ولا هادوك لي مارشانديز اللي يلاه دخلات هي الاولى اللي كتخرج، يلاه دخلات هي الاولى اللي كتخرج. دونك ان دونك اون ايفالي لي سورتي دو ماغازان او كو دي زونتري لي بلي ريسونت، يعني هادوك ديك القيمه اللي كنعطي لي سورتي اللي كيخرجوا من الستوك من الماغازان كيشدوا التكلفه ديال هادوك لي زونتري يلاه دخلوا، اللي يلا دخل هو داكشي اللي كيخرج، يعني الاول يلا دخل هو الاول اللي كيخرج. اون فان دو بيريود لو سولد ماغازا اي شيفري او كو دي زونتري لي بري اونسي، يعني العكس، يعني داكشي اللي كيبقى كيشد القيمه ديال هادوك لي زونتري القديمه. ان شاء الله غنشوفوا ابليكاسيون ديال كل واحدة فيهم. دابا راه كنشرح لكم غير هادشي تيوريك، دونك ان شاء الله ابتداء من الفيديو المقبل غنشوفوا ابليكاسيون ديال لوكميب ابري شاك اونتري، من بعد ابليكاسيون ديال لوكميب ابري شاك اونتري، من بعد ابليكاسيون ديال فيفو، من بعد ابليكاسيون ديال ليفو، باش تفهموا هادشي مزيان ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.